مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقضية اليوم صارت في المغرب الشقيق في عام 2019، بالتحديد في منطقة ريفية قريبة من مدينة مراكش، والأحداث باش تنطلق مع عائلة متاع فلاح اسمه حميد. كان يعيش هو وزوجه وأبنائه الأربعة في هالمنطقة، وعنده ثلاثة ذكور أعمارهم على التوالي 30 سنة 26-19 وفتاة عمرها 21. الذكورة غادروا المدرسة في وقت مبكر لأنهم كانوا دوبلوا ياسر، ما خلاو حد وراهم، ومن قوة الدوبيل في ساعة ما وصلوا للشارع. معناها غادروا مقاعد المدرسة بما فيهم الطاولة والمحبرة والطلاسة والمنضدة والسبورة والمقلمة والطباشير وغيرهم من أدوات الدراسة. معناها استنفذوا حقهم في الرسوب، يعني الدوبيل، من بداية المرحلة الابتدائية. بالنسبة للفتاة واللي اسمها سهام، بوها هو اللي قطع عليها الدراسة، وهذا شيء معروف نسبيا في الأرياف، وبرشا عائلات يخيروا باش يعذوا حد للمسيرة الدراسية متاع بناتهم وقت اللي يدخلوا المرحلة المراهقة، وإلا لأسباب أخرى ومن هذه قليد، وخاصة كي تبدأ المدرسة بعيد على الدار ويلزمها ركوب مشي وجي خلف الكرتابة والكرارس والمنديلة والكتب والمستلزمات المدرسية الكل. مختصر الحديث، هكا الطفلة خرجت من المكتب وبقعت في الدار تعاون في أمها، وعايشة عيشة الريف كما الناس الكل. في هالمرحلة هذه من القضية، سهام كانت عندها صاحبتها فتاة من قريتها في سنها بالضبط اسمها نجاة، ولاو بتبيعة متلازمين يمشي ويجيوا على بعضهم، وديما يتكلموا بالتليفون لساعات طويلة، وإلا يتقابلوا في الفيلاج وإلا القرية كي يلقاو فرصة. وهوكا كما قلنا لكم يمشيوا لديار بعضهم، وأكيد راكم تتصوروا شنو الحكاية متاعهم، وخاصة البنات تلقاهم يسيروا في بعضهم ويحكيوا على مشاكلهم، وخاصة أحلامهم الوردية المستقبلية. لكن في الحقيقة كلها بك، عسلوج، قرنجدي، بوحليبة، تيفاف، شوك، وأسلاك شائكة عائلية. في نفس هالإطار يلزمكم تعرفوا أنه نجاة صاحبة سهام كان عندها أخوها كبير اسمه محمد، عمره 35 سنة، عازب وبطال، وبعبارة أوضح لسان على صنيع، ما يملكش شغل قار، وخلف هذا ما يحبش العمل الفلاحي كيما أغلب الشباب متاع توا. ها هوكا يعدي النهار يفشخ في النوم، وكيقوم يبدأ يمحر في أمه ويطير لهاش فرانك ويخرج يتسكع في الشوارع. فيما يخص محمد خو نجاة، يهبط يتسكع في مراكش، وفي أقصى الحالات يقبل بعض الأعمال الظرفية باش يدبر بهم شوية مصروف. وبالسيف عليه، إيش باش يعمل؟ على يسلم قرايته، على شهاده، على الأيادي المختصة اللي عنده باش يخدموه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، محمد هذا كان على اطلاع بالعلاقة اللي ما بين أخته نجاة وسهام، وكان ديما يقانس فيهم ويراهم الاثنين مع بعضهم ويسمحهم كي يبدأوا يحكيوا بالتليفون. وسهام هذه بنت الفلاح حميد كانت عجبته، حاطت عليها عينه، وعنده رغبة باش يتقرب منها، لكن يخاف من ردة الفعل متاع أخته، واللي ربما ما تحبوش يكلم صاحبتها. ولهنا ما نساوش اللي هي بيئة ريفية، وهكا التقارب والترافق والتضارب بالمرافق والتصاحب والتلاصق والتناسق والتواصل بالأيادي والمفاصل أو الهمز واللمز يساق وممنوع ما بين الذكور والإناث، خط أحمر. وإن شاهدت اللون الأحمر قف، لا تقفز كالحيوان الخائف. لكن هالقوانين الكل متحمى يربي، محمد خونا جاد داسهم عفس عليهم.
ورغبته كبرت وعبرت بشوربة علاقة مع سهام. قايقانس ويترصد في الفرصة اللي بش يكلمها فيها من غير ما يلفت الانتباه متاع الناس. وجات بالطبيعة مدام سعاد هكا الفرصة اللي لا تعاد. وعلاش ما تقولش أنه نهار سهام وهي راجعة لدارهم، وهذا بعد ما كانت بحذا نجاة أخت محمد اللي طايح فيها لوف. ومن غير ما نقولولكم اللي تبعها وبدأ يمشي وراها ويبعث لها في رسائل صوتية، بالطبيعة مش بالتليفون، بصوته بذبذبات سهمية في سلم اللوفا اللوفا. وسهام سمعت هالذبذبات متاع محمد وجاوبته بذبيذبات من غير ما تتلفت. وبالطبيعة محمد زهيت له في النوار وفهم اللي هي زادة عندها رغبة في التعرف عليه أكثر، واعطاته رقم الجوال متاعها بالكحان والتحمحيم، معناها ثلاثة كحات، رقم ثلاثة زوزة تحمحيمات معناها رقم يتعاود مرتين، واحد واحد. وما تسألونيش على الصفر، على خاطر سهلة الحكاية، تعمل دور على بلاصتها وتواصل. ولو كان جاء رقمها فيه واحد والبقية صفرات ترسيلها الدور حتى لين تلعب عليها الدوخة. بطبيعة الحال هذي الكل من باب تفدليك. المهم أنه العلاقة بيناتهم بدأت من اللي اعطاته رقم تليفونها. في مجريات الأحداث العلاقة ما بين سهام ومحمد تواصلت، وولاو يحكيوا مع بعضهم يوميا في التليفون وبرشا مرات بشكل مسترسل. وهيك كيجيها مكالمة وهي في دارهم كل مرة تتخبى في بلاصها باش تاخذ حريتها في الكلام معاه، ويا أما تسكر على روحها بيت يا تطلع للسطح وفي الليل تنصب جيتون بالبطانية، معناتها تحطها فوق راسها وتدخل تحتها وتولي كأنها خيمة فيها في نار بك الضوء متاع التليفون، وتنطلق في الأسماسات مع محمد. أما هيك تتكلم أقل وتضحك، وهو يبدأ يحكي حتى لين الشارج متاعه يتيح وهي هزة النوم. والحكاية هذه دامت عدة أسابيع حتى لين نهار محمد طلب سهام وهو يلعب، عبر له على البعد وعذابه ويطالب بالقرب ويحب يتيمم بعينيه في طلعتها البهية ويرتاح ويستنشق الكنول يمتاحها ويشوفها من وليه ويحكي معاها بكل حرية من غيرك الحواجز. قال لها رانا احنا من قرية واحدة وعائلتك تعرف عائلتي، وخلف هذا أختي نجاة صاحبتك الروح بالروح وعندك فيها ثقة، شنو المانع نقابلك وتقابلني ونشوفه بعضنا وكلامنا يولي عنده معنى آخر. سهام قالت له وين تحبنا نتقابلو يا أخي، ناسي اللي احنا في قرية صغيرة وسكانها يتعدوا على السوابع، أغلبهم ولاد عم ويعرفوا بعضهم مليح مليح. وكما تعرفوا سهام كانت كما فتيات القرى الكل، تحركاتهم بكلها مرصودة وماوش بالسهل باش تخرج من دارهم. وبوها كان كما يقولوا المغاربة مزير عليها، معناها هالعالم الخارجي مفسخ. وأمها كيف كيف، وقت اللي بوها يمشي لفلاحته هي اللي تولي تأس عليها، من غير ما نحكيه على أخوتها الذكورة واللي حاسبوها على كل خطوة وتحريكة. إذن كيفاش باش تعمل وشنو الحل اللي يلزمها تلقاه باش تنجم تتقابل هي ومحمد؟ في هالمرحلة هذه من القضية، وبحكم اللي سهام ولات في قصر مرصود واللي قرب لها يولي مفقود، نجت أخت محمد باش تدخل على الخط على خاطر سهام صارحتها برغبتها في أنها تربط علاقة مع أخوها. نجت قالت لها شنو المشكل، ما هو تقابلوا لهنا بحذايا في الدار. سهام قالت لها أنا راني من نجم نجيك إلا ما نطلع ألف سبة وسبة، والحكاية ما هي سهلة. لهنا نجت قالت لها خليها عندي حتى وأنا نكلم أمك ونستاذنها باش تخليك تجيب حذايا. وفعلا كان العمل هكاكا، وسهام ولات تمشي لنجاة وتقابل في محمد. وهوك الجو هيئ لهم باش اللقاءات متاعهم تكون انفرادية وسرية من غير ما حد من العائلة متاع محمد ونجاة يفتنوا بشي. وبتبيع اللي قالوا الخلط عليه الثاني، وبدأت اللقاءات متاعهم تكثر وولاوا بتواتر كبير، وساعات ينساوا رواحهم لدرجة أنه أم سهام تطلب بنتها باش تقول لها روح. ولهنا من غير ما نقوله أنه حتى حد ما كان يعرف بما فيهم نجاة شنو اللي كان يصير في اللقاءات هذه ما بين محمد وسهام، ش كانوا يحكيه وش كانوا يعملوا. الحاجة الوحيدة والمتأكدة
أنه سهام فيسع ما تعلقت بمحمد وتعلق كبير، ولات تحبه لدرجة كبيرة وما عادش تصبر لحظة واحدة من غير ما تشوفه. وأكيد راهو محمد كيما الشباب الكل اللي في وضعيته استحوذ على قلب سهام وخليها تبني أحلام كبيرة، وبتبع أولهم حلم الزواج. بالنسبة لعائلة سهام، وبما أنهم عندهم ثقة كبيرة برشا في نجاة، ما كانوش يعرفوا أنه الماء يلعب تحت ساقيهم، معناها ما عندهمش علم باللي صاير. ومحمد بالطبيعة ولا ما ياخذ حريته وما عادش يحب الدار، ولا يخرج مع سهام بالدرقة ويحوسوا في مراكش، وهو كما شافهم حد. في المرحلة هذه من القضية، وباش ما نطولوش عليكم، هالعلاقة اللي ما بين محمد وسهام استمرت قرابة العامين، وفجأة وبدون سابق إعلام محمد ما عادش يحب يكلم سهام في التليفون، وكي تكلمه ما يجاوبهاش، وحتى كان جاوبها يطلع لها بأي سبلة. مرة يقول لها لقى خدمة ما عادش عنده وقت، ومرة يتسبل لها بمشاكل عائلية، وكل مرة بطلع. ملخص الحديث، سهام فهمت أنه محمد ما عادش يحب يقابلها، ورافض حتى باش يكلمها في التليفون. شماك فرعتني يا راسي، قالوا مالك؟ لا الوقت تعطل شرك من صبح تناشا. ولهنا المسكينة ولات تتعرض له بكل جرأة في الشارع باش تفهم شنو السبب اللي خلاه يتغير معاها، وتذكروا في الوعد متاعه اللي قال لها أنه باش يتقدم لها ويخطبها من دارهم. انت غتجي لدارنا ما ناويش؟ ودت سيناريو وديما باش غتجي لدارنا هذا بزاف. لكن محمد في كل مرة يتهرب منها وما يعطيها حتى إجابة، وخليها حائرة ودايخة في أمرها، ما هيش عارفة علاش تبدل معاها. في مجريات هالأحداث، علاش ما تقولش أنه شاب من سكان القرية اللي تسكن فيها سهام كان يعيش في إيطاليا ويفركس على بنية الحلال باش يعرس بها، ويحبها تكون من شيرتهم، يعني من نفس القرية اللي فيها عائلته. وبالطبيعة نسى خدموا خدمتهم وشافوا البنات وكلموها على سهام، واقترحوا عليه أنه يخطبها. واللي جابوا له الفكرة هذه كانوا على حسن نية، ما يعرفوش العلاقة اللي ما بين سهام ومحمد. وأقنعوا هالشاب هذا أنه يجي الساعة للمغرب ويخطبها، وهو وافق وقال اللي باش يحرس بها أما ما يهزاش من الأول معاه، يلزم يحضر لها أوراقها وإقامتها. المهم صار التفاهم ما بين الزوز عائلات على تاريخ الخطوبة باش هكاك الأمور تولي رسمية. وفي هذا الكل سهام كانت آخر من يعلم، جابوا لها الخبر هكاك على غرادة، وقالوا لها راهو ثم شاب يعيش في إيطاليا جاي باش يخطبك. هي ما قالت شيء، وبالوقت اتصلت بنجاة خو محمد واعطاتها المعلومة، وقالت لها وين أخوك؟ ما هوش ناوي يجي يخطبني كيما وعدني؟ قولوا راهو فما واحد يعيش في إيطاليا باش يجيب دارهم ويخطبوني. واقفين على الواليدة جايين عندي الخطاب. نجاة وعدت سهام وقالت لها اللي هي باش تكلم خوها محمد وترجع لها الخبر. وبعد نهار نجاة كلمت سهام، قالت لها راهو خويا مازال كيدبر خدمة شيفور متاع الواج وما عندوش وقت حتى نروحو، وقال لي راهو كيتفاضى تو يكلمك. سهام ملقات ما تقول، ولهنا نجاة أخت محمد قالت لها تحب نعطيك رأيي؟ أنا راني في بلاستك، ما نفلتش فرصة متاع راجل يعيش في إيطاليا يخدم وباش يعمل لك وراق وتولي عايشة لبرا وتحكي باللورو، شكون كيفك؟ سهام ما عجبهاش الكلام متاع نجاة، لأنه راه برشا حاجات، وخلف هذا ظهر فيها مازالت تحب محمد ومتعلقة بيه. أما في قرارة نفسها فهمت أو بدأت تقتنع أنه محمد ما عاد عنده حتى مشاعر من ناحيتها، يعني لعب بها وكذب عليها باش يوصل لمبتغاه، لا أكثر ولا أقل. تماما كيما كل شاب يحب فريشة كيفها هي على نياتها، يقضي حاجته بها ومن بعد يلوح على تولديه. فيها التطور هذا من القضية، وفي صيف 2019 هكا الشاب هبط من إيطاليا، عائلته جات لدار سهام والخطبة تمت رسميا من بوها، وتقرر العرس الآخر جويليا. وبعد ما خرجوا الخطابة سهام هزت التليفون وكلمت نجاة، قالت لها تمشيش ما تجيش العرسي، راك كيما أختي ما تقولش اللي علاقتنا باش تتغير على خاطر حكاية خوك محمد.
رانا صحاب كما قبل كما توا. نجات مشات لسهام قبل العرس وعاونت فيها كالحوسة من جملة اللي عاونوا، حتى لين جا اليوم الموعود متاع العرس، علما وأنه حفل الزواج باش يصير في دار سهام. في تعاقب هالأحداث النهار الموعود خلط وتلمت الحباب، جات من كل قبيلة بنية الأجواد مصدرة للتعليلة، والحفلة بدأت على بكري مع السبعة. العروسة والعريس جبتهم كرهبة طليانية مذخمة ودخلوا وتصدروا. نجات أخت محمد جات وبقات في الصدارة. الجو حافل والموسيقى تضرب والناس تشتح، وانتو ما تعرفوا العروسات المغربية بالمبدع. وفي وسط الأجواء الاحتفالية اللي مليانة بالفرحة، نجات كانت تتقلب بعينيها في الحاضرين وكأنها تفركس على شخص معين، ومن بعد قامت ومشيت الواحد غاطس في الحديث مع جماعة. قالت له سامحني انت خو العروس؟ قال لها هي انا هو ما لاباس. قالت له كان ما تراش مانع عايشة معايا دقيقة لبرا، وسبقته. هيك الشاب فهم اللي عندها كلام تحب تقوله له على انفراد. الحاصل خرج معاها حتى لين ولاو وحدهم، ووقتها مدت له كارت ميموار متاع تليفون، معناها بطاقة ذاكرة يحطوا فيها تصاور والفيديوهات. قالت له الكارت ميموار هذه حطها في تليفونك وشوف اللي فيها. خول العروس بقى باهت، قال لاش معناها تمد لي كارت ميموار وتقول لي حطها في تليفونك؟ لا بالك لا وسع، قل لي انت ايش فيها. قالت له فيها فيديوهات، وركزت على الكلمة. خول العروس عيني برقت، قال لها فيديوهات شنو؟ قالت له ما تخافش، نجم تتفرج فيهم انت وبوك وامك وخوك، وتقصد العريس. وخليته ومشيت. خول العروس ركبك الكارت ميموار في التليفون متاعو، ونادى البوه وامه واخواته، ما حبش يقيم خوه لانه مصدر مع العروسه. جاوه وهو ما التصديق متاعو ما طلش على الفيديوهات قبل ما يوريهم الام وبوه واخواته، وما كانش يتصور بالكل انه نجات عطاته في الحقيقه قنبله. وفعلا كانت المفاجاه والصعقه، لانه العائله شافوا سهام مرت ولدهم عريانه تماما وفي اوضاع خليعه هي وشاب اخر، والتسجيل كان واضح ولا يجعل مجال للشك أنها سهام، ولا يغبى فيها حتى مدك. الكلهم بقاوا مذهولين، عاجزين على الكلام وعلى الحركة، وزادوا داخل وقت اللي الحكاية ولات فيها قبل ومداعبة، وجات الأمور الجدية. وقت أخو العروس فاق من البهتة متاعه ورجع له شاهد العقل، وعيط الخوه قال له إيجا، وحط له التليفون قدام عينيه، وفيه مقطع الحميميات ما بين سهام وشاب آخر، وقال له تراه ثبت معايا، ما هيش مرتك هذه؟ العروس خزر بهت فرك عينيه مرة اثنين، من بعد وجهه تبدل وصاح سيحة واحدة، قال له مخرجوا علي الناس كل، وابدأ يطرد في المستاذنين اللي ما هم فاهمين شيء. وكان عرس في ترابة الأحداث وتصعدها. جماعة العروسة هما اللي في الحقيقة ما هم فاهمين شيء، خاصة وقت اللي العريس قال لهم هزوا علي سلعتكم، ما عادش عيني بيها المرأة هذه، ولمح اللي هي فاسدة. خو سهام الكبير ما عجبوش الحديث بالطبيعة، وهزته الحمية على أخته ومشى للعروس، وكانت باش تولي عركة، لكن لاخر فاش ومد له هكا الكارت ميموار، وقال له قبل ما تحل فمك وتتعارك تفرج في الفيديوهات، ويكون في علمك اللي انا نشرتهم في الفيسبوك. سكوت يا صاحبي، سكوت يا صاحبي، واش عارف شنو كتقول ولا مال؟ وسمعوا فيضانات متاع كلام بذيلي هو والاخت وعائلته، وبالطبيعه عائله العريس الكل خرجوا، طلعوا في كرهبهم ومشاو. وخو العروسه وقتها حتى كالكارت ميموار في التليفون متاعو، وكانت الصدمه المدويه، خاصه وانه تعرف على الشاب اللي متصور في الفيديو مع اخته، واللي هو محمد خو نجات صاحب سهام، واللي كانت السبب باش تجيبها لدارهم وصار اللي صار. ولهنا خو سهام ولا يتحلف ويتوعد في محمد هذا اللي ضحك له على اخته واعتدال على شرفها. البو هذاك ما قال حد الحد، اتحلف في بنته قال لها لما نقتلك عملت لنا العار وخليتنا فرجه قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، وحطيت لنا وجوهنا في الغرم. ولهنا يلزمكم تحطوا الامور في اطارها، لانه الشيء هذا صار في الريف وفي بيئة محافظة أكثر من اللي تتصوروا، ومفهوم الشرف فيها ما معاهش لعب، وما يسترجع الإنسان شرفه كان بالدم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، خو سهام لما أخواته ولاد عمه وصحابه وكل واحد منهم جاب سلاحه
يا عصا يا بار حديد أو ما شابهها، يا سيف يا سكينة يا ساتور يا فاس يا شقور. وأضعف الإيمان شكار حجر سم. الحاصل دقت طبول الحرب، اترفعت المشاعل ومشاو دعوة متلازمة تقول عسكر انكشاري ماشي للجبهة. في تسلسل هالأحداث الخبر سراك النار في الهشيم وصل بسرعة لدار محمد، وجماعة سهام وقت اللي خلطوا لقاوا حاضر هو وجماعته بسلاحهم وبقاوا يستناو. القرية الكل حبسة انفاسة وبدات الناس تطلع للسطوحات تتفرج في معركة اليرموك بالحجر. الحاصل تقول غزو على حالها، وهكا الفرايجية يستناو بالدقيقة والدرج وقتاش باش يصير الالتحام بين المحاربين. والشي اللي قاعد يتحضر ويسخن ما ينجم يكون وراه إلا أرواح. في هالمرحلة هذه من القضية، مجموعة أنصار مش الشريعة وإنما العروسة ومجموعة أنصار محمد عشيق السابق اتقابلوا أخيراً في ساحة الوغاء. هذم يحبوا ينتقموا شرف بنتهم من محمد اللي فضحها وكان السبب في تحطيم حياتها هو واخته، والأخرين بتبيع نواياهم دفاعية وتنجم تكون في أي وقت هجومية. وبما أن حرب أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم، هذا يصالح خاصة في كرة القدم. الحاصل التحمتها كزوز مجموعات والناس تتفرج من كل بلاصة، من السطوحات، من الشبابك اللي فوق بعضهم، من البطوات واللي متشعبتين في الشجر. والتحم الجيشان وبدأ الكر والفر كما كان منتظر، وما تسمع كان في السياح وأصوات العصي والسلاسل والسكاكن، والحجر هابط من كل صوب وحدب، والدنيا تغبرت والطايح أكثر من الواقف. وبدأت الأمور تتشابك والدم يسيل، وبدأوا الوافدين جايين مشيرتين، واللي مدموغ مدموغ واللي دمومات وشرتلة، وأهل القرية مستوحات متاحهم وشبابكهم يتفرجوا قريب باش يوليوا يشجعوا كأنهم في مباراة متاع كرة قدم. وبالطبيعة كانوا فما جماعة من المتساكنين ما هيش عاجبتهم هالخوضة اللي صايرة، ودوب ما بدأت هالحرب طلبوا الشرطة، معناها الدرك الملكي، وقالوا لهم اللي هما ولاو خايفين على عائلاتهم وديارهم، لأنه اللي موجودين في العركة ما عاد مفرزين حتى حد، وهاجمين عليهم وعلى غيرهم يكسروا في البيبان، وإمكانية أنه تطيح الأرواح ولات أكثر من واردة، لأنه المعركة خذات منحة حاسم والجرحى بداوا يكثروا. ولهنا الدرك الملكي خلط، وخلينا نقولوا في الوقت المناسب، والدنيا بالطبيعة خلوضوها بالسيران متاعهم، وهكا السيارات ولات فيالق في جرة بعضهم، وجابوا هكا الفرقة المضادة للتظاهر وفرقة الهب هب يعني الأنياب. مختصر لحديث، الدرك الملكي تخل بالثقل متاعه ووقف هالعركة الكبيرة، وبالطبيعة وقفها بالعصا لمن عصا، وتم إلقاء القبض على العديد من اللي كانوا يبارزوا، شدوهم بالسلاح متاعهم وهزوهم مقارتين مسلسلين البوشوشة متاع المغرب. ولهنا السؤال المطروح، ويني العروسة في هذا الكل؟ في ترابط هالأحداث، سهام دخلت البيتة وسكرت على روحها الباب، وبوها حميد مشالها وفي جرته مجموعة كبيرة من الفرايجية يحبوا يتفرجوا في الشي اللي باش يصير، حتى لو كان جريمة باش تفهموا نفسيات الناس كيفاش. البو حميد كانت في يد عصا وبدا يدق بالقوي على الباب ويقول البنت اخرج، لكن ما جاته حتى إجابة. وقتها حب يخلع الباب، لكن بالمسلط جماعة الدرك الملكي شافوه جاوه يجريو، قالوا له شبيك؟ قال لهم نحب نقتلها، مسخة الشرف متاع العائلة وحطت لي راسي في التراب. أعوان الدرك قالوا له بعد تو نحلوها احنا الباب. من الأول بداوا يدقوا في الباب وعيطوا لسهام، قالوا لها حل ما تخافش، احنا رانا أعوان الأمن وجينا باش نحميوك، لكن ما فما حتى إجابة. والصمت اللي كان موجود محير، ولهنا أعوان الدرك تلزوا باش يخلعوا الباب. ودوب ما دخلوا المشهد اللي شافوه كان أكثر من صادم. سهام المسكينة كانت بروبة العرس متاعها ملوحة على الفرش، والسكينة مغروسة في كرشها، ومعاصم يديها الاثنين بالدم، وهذاك دليل أنه تم قطع العروق متاع يديها بشفرة.
ويا أما هي اللي قطعت عروقها وضربت روحها بسكينة يعني قررت باش تنتحر، وإلا حد آخر قتلها وعمل إخراج كامل باش يوهم أنه سهام انتحرت. والحقيقة كل شيء وارد وممكن. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الدرك الملكي ما بقاوش يفكروا برشا، بعدوا هاك الفرايجية وكلموا فرقة مقاومة الإجرام باش يجيوا يعاينوا الجثة والمكان اللي لقاوها فيه. في تسلسل هالأحداث، وبعد ما جات فرقة مقاومة الإجرام وفحصت كل شيء، أخذت اللي حاجتها به، ومن بعد تم رفع الجثة اللي مشيت للطبيب الشرعي. وفي الأثناء المعمل الجنائي بقى يشوف في البصمات اللي موجودين على السكينة، لأنه في نهاية الأمر الإجابة باش يلقاوها غادي. لكن الإشكال بالنسبة للمحققين متاع الدرك الملكي أنه البحث باش يشمل تقريبا الناس الكل، يعني عائلة سهام وعائلة زوجها اللي جا من إيطاليا، عائلة محمد خناجات اللي دمر لها حياتها. هذا خلف الأطراف اللي باش يكشف عليها البحث. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الدرك الملكي قام باعتقال بوسهام وخوها الكبير ومحمد وأخته نجاة، بما فيهم كشاب اللي عرس بها وجابوه وحطوه على ذمة التحقيق. في نفس هالإطار المحققين بداوا يستنطقوا في عائلة العروسة، قالوا لهم شنو الدنيا مصيبة تحبوا تاخذوا ثاركم بيديكم؟ ولهنا خو سهام حكى على كالفيديوهات اللي موجودين في الفلاش وكيفاش جابتهم له نجاة، وحكى على اللي اكتشفوا في وسطهم، وسلم بطاقة الذاكرة هذيك للأمنيين كدليل على أخواله. وبتبيعة هما شافوا الفيديوهات ووقتها بداوا في الاستنطاق مع نجاة. نجاة قالت لهم أنه هكا الفلاش يعني بطاقة الذاكرة مديها لها أخوها محمد، وقال لها كي تمشي لعرس سهام أعطي الكارتة هذيك لخوها ولا لبوها ولا لحد من عائلتها. لكن تكذب، لأنه الفلاش مدته مباشرة لعائلة العروس مش عائلة سهام. ولهنا المحققين بداوا يستنطقوا في خو نجاة، يعني محمد اللي كان سبب في هالفاجعة. قالوا له علاش ضحكت على بنت الناس ودمرت لها حياتها وزيد عملت لها تسجيلات فيديوهات وتسببت في مأساة؟ محمد قال لهم اللي علاقته بها كانت حميمية لكن مش كاملة. قالوا له شو معناها؟ قال لهم معناها بقات محافظة على عذريتها. قال لهم عجبتنيش مسألة العرس متاعها من هاك الشاب اللي يخدم في إيطاليا ويعتبرها خانته. قالوا له مال علاش انت ما خطبتهاش على الأقل تربطها وراهي ما خذيتش السيد هذا متاع إيطاليا؟ قالوا لهم أنا ما عنديش خدمة وما نجمش نكون أسرة بطال. ولهنا الدرك الوطني فهموا أنه محمد هذا مش فقط تلعب بسهام وضحك عليها، حتى أخته نجاة زادة كيف كيف. واللي ما فهموهش المحققين هو حقد نجاة على سهام واللي ما عندوش تفسير. والأمنيين افترضوا أنها تغير منها، وحكاية زواجها من شاب مقيم في إيطاليا خليتها تحقد عليها. ولهنا في انتظار المعاينة والتحاليل اللي يقوم بهم المعمل الجنائي، المحققين لقاوا رواحهم قدام العديد من الفرضيات، وما عندهمش متهم واحد تتجمع فيه الشبهات الكل، وإنما الأفراد الكل. وينجم يكون بيناتهم محمد خو نجاة، يعني هو اللي قتل سهام يعني وقت اللي صارت هكا العركة. لكن الفرضية ضعيفة، كما تنجم زادة تكون نجاة اللي ظاهر أنها تحقد عليها. وخلف محمد ونجاة أخته الفرضيات متعدة، وينجم يكون خو سهام نفسه هو اللي قتلها، وحتى بوها كيف كيف اقتلها انتقاما للشرف متاع العائلة. وما ننساوش أنه أكثر واحد مسته المسألة هذه وتعتبر فضيحة بالنسبة لي هو كالشاب المقيم في إيطاليا وجا باش يعرس بسهام، معناها العروس. ينجم يكون استغل الفرصة فيها كالخوضة اللي صارت وقتلها. لكن هذه كلها تخمينات وفرضيات، وما فما حتى دليل مادي ثابت على اللي قتل سهام. المهم أنه هالمجموعة هذه الكل تم اعتقالهم وبقوا على ذمة التحقيق في انتظار نتائج التشريح وتقرير الطبيب الشرعي. في هالمرحلة هذه من القضية، النتائج متاع تحليل البصمات اللي لقاوهم على السكينة وفي محيط الواقع وعلى الفستان متاع سهام وصلوا،
بالنسبة للطبيب الشرعي قال أنه سهام ماتت على إثر الطعنة اللي تلقاتها في البطن متاعها، لأنها مست لها أعضاء حيوية وكانت السبب في نزيف قاتل. وأكد أنه مسألة تقطيع العروق ما كانتش باش تقتلها، اللهم تبقى مدة طويلة وهي تنزف. خلف هذا قال أنه سهام ما كانتش تحمل حتى أثار متاع عنف، والحاجة الثابتة أنها ما تعرضتش للاغتصاب لأنها كانت عذراء. والأهم الكل أنه الفحوص اللي تم إجراءها وبطريقة دقيقة جدا أثبتت أنه السكينة موجودة عليها البصمات متاع سهام فقط، ولا وجود لأي بصمة أخرى غيرها، معناها هي اللي وضعت حد لحياتها وانتحرت. في نفس الإطار، الانتحار متاع سهام انعكس مباشرة بالطبيعة على الزوز أطراف اللي كانوا سبب المباشر في انتحار سهام، واللي كما تعرفوا هما محمد وأخته نجاة. وفي نهاية الأمر هما اللي تحملوا مسؤولية اللي صار ووقفوا قدام المحكمة بعد فترة الإيقاف متاعهم، وتحكم عليهم كل واحد بعامين سجن. لكن الحكم هذا باش ينصف سهام، المسكينة كلاتها في عظامها وسن المراهقة متاعها خليها تسلم روحها لشخص دني طيحها في شراكه تحت غطاء أخته، ونقم عليها كيفاش باش تاخذ غيره. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يومياً من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجة تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.